السلام عليكم الوشوتي وشوتين كي دايرين واش لاباس عليكم بخيرين ونتمناتي بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. ايوا انا اليوم خلطت الماما غادي نمشي للواد زيت حوايجي نصبان غادي نصبن في الواد حيت الا ما مشيتش دابا غادي تسدو الماء باش يسقيو الناس دابا كاينين الماء في الواد. ايوا غادي نصبان هذا الشيء اللي عندي هاد الاغراض اللي عندي. يا الله ايوا تبعوني تشوفوا خلطت الماما راه السيد راباي حميت ونقصو ما كاينش هنايا. انا غادي نسد الباب ديالي تتفوت الظهور ونرجع. ايوا داكشي اللي كاين الا جا شي واحد ما غاديش يلقى شي واحد في الدار ولكن ماشي مشكل غادي نخلي الساروت هنايا الا جا شي واحد غادي يهز الساروت ويفتح. ايوا داكشي اللي كاين يلا تابعوا خالتي وماما شنو غادي دير دابا في هذا النهار. يلا تابعوني هاني هزيت الفراش ديالي هزيت الاغراض ديالي. ايوا هادشي اللي كاين يلا نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. يا الله الوشوتي وشوتين انا هزيت هاد العصا باش هزيت هاد العصا باش نبقى ندق بهم هادشي هذا كما كتشوفوا الوشوتي وشوتين راه الاغراض اللي جبتها تبان هذا الزربيات ها الزربيه ها هي ها هما الزربيه ها الكواش ها الكواش ها شتي القرعه ديال الماء واخا كاين الماء راه سخونين سخون الماء
نسدين دابا ساليت الواشوتي واشوتين صافي ساليت انا غادي نمشي للدار صافي صافي دابا ساليت التصبين ديالي راه دابا غادي نمشي عاوتاني حتى نتلاقاو في الدار ان شاء الله يا ربي يلاه بالسلامه عليكم ايوا نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وإلا ما صبناش دابا راه الواد غادي يتسد راه باقي شي يومين وغادي يتسد الواد باش يسقيو الجنان ديالهم وهذا الشيء اللي كاين دابا راه الواد نقي اللي عنده شي تصبين يجي يصبهم العيالات والبنات هذا الشيء اللي كاين ساليت الحويجات ديالي راه الكواش راهو ملهي انا رجعت لواشوتي واشوتين ايوا من السبعه د الصباح حتى ودنا الظهر دابا الظهر ايوا انا رجعت من الوادي شوف كاين الغمام الواشوتي واشوتين راه طاع علينا هنايا الغمام شوف السرار كاين صوت السرار كيغني يلا الواشوتي واشوتي هاني ايوا دابا انا وصلت للدار ايوا دابا راه غادي ندي الحمرا حشاكم باش نعطيو تاكل ايوا هادشي اللي كاين ايوا حتى انا غادي نمشي ندير فاي وناكلها راه دارني الجوع بزاف ايوا هادشي اللي كاين ورا شوف لا تني ناس راه ماني سكيت على زك خديت مسيري دي انا تني ناس بكري ايوا واو شنو هو غنغليش من نانيني راه تني ناس ما سكيت على زي انا سكي خديت مسيري دين تني كور نغوسيف راه غير الضو نتنا خير غير نتلاص ايوا من هاي خالتي تقول ماما هاد الوقت غادي نمشي ندير اهداف على الطارك غادي نشرب واحد الكاس وداك الشا داك الساعه عاد نرد شويه المجاج ديالي يا الله حتى نتلاقاو ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو الواشوتي واشوتي يا الله سمحوا لي خالتي تقول ماما واتمنى خداوني يعجب هذا الفيديو ديال التصبيم ايوا هادشي اللي كاين ها الفراش اللي سبنت ها هذا
ايوا الواشتي واشتين يا الله. شوفوا عند خالتي تونا ماما قلت لكم ايوا انا رجعت من الواد صبنت الحوايج اللي عندي الاغراض اللي عندي. ايوا دابا راه درني الجوع راه سي ترافاي ما كاينش هنايا السقسو ما كاينش هنايا. ايوا شفتوا عند خالتي تونا ماما رانا غير بوحدي هنايا نور الدين ما كاينش راه مسافر. ايوا هادشي اللي كاين ودابا درني الجوع جيت من الواد صبنت ودرني مني الجوع بزاف بزاف. راه قال لك منين جيت الجوع جات من ملي كيصبن في الواد. ايوا هادشي اللي كاين. ايوا رحت راه خدات واشو تاينا الواشو صحاباتي اخواتاتي. ايوا دابا راه جيت انا غادي ناكل اتاي بالنعناع هاك شتي اتاي تاني تو غادي ندير اتاي هاني سمعت شويه عاوتاني هاتي. ايوا ما كرهت تجيو عندي تغداو معانا تغداو معايا غير انا غير بوحدي ما كاين حد. ها سخون ودرت شويه هذا الشرميله هاد الشرميله درت باب هذا بالبيض هذا بالبيض وبطاطا وماتيشا هذا بطاطا والقرعه ودرت شويه التحميره ودرت شويه الكمون هاد الشيء وهذا الزيتون. ايوا هاد الشيء اللي غادي نتغدى بهذا الشيء واتاي اتاي بالنعناع. ها ما درت لا الخبز لا والو راه عندي هنايا الخبز اللي بارد ها ديال الفرحه ها نتمنى يعجبكم شتي ما درتش في هذا في الفران درت غير بالفرحه في الكانون يا شتي خالتي تو ماما اللي جاب الله غادي ناكلو السي ترافاي ما كاينش انايا حتى يجي تيجي عاوتاني وندير شي تشرميله اللي غادي تكون زوينه غادي تعجبكم. ايوا هادشي اللي كاينه على واشوتي واشوتين ودابا غادي ناكل راه مازال التبن ما تابعني راه حتى غدا وعاوتاني نمشي نعاوتاني وعاوتاني نصب راه باقي عندي التبن باقي عندي التبن غادي نمشي عاوتاني نكمل داكشي اللي عندي حيت كاينين الماء تما في هذا في الواد باقي يومين باش يسدو الواد باش يسقيو الناس عاوتاني الدراي يسقيو الفصاي يسقيو المهم يسقيوا الجنان كلهم. ايوا هادشي اللي كاين الواشتي واشتين يلا نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ان شاء الله يا رب. ايوا شكون اللي غادي يعاوني وانا غير بيدي مشيت غير بيدي مشيت بكري مشيت قبل السبعة. ايوا داكشي اللي كاين ايوا بقيت كنصبن وكنصبن وكنصبن حتى ساليت. عندي الزربيات الكبار وعندي الصغار حيت انا ما مشيتش شحال هادي ما صبنت حيت ما لقيت كي غادي ندير عندي الشغل في الجنان فهاد الايامات غادي نصبن كاع اللي عندي بالوسايد وبهاي هذا بالوسايد وبالزربيات وبلي زواير كلشي غادي نصبن حيت ما عندي شكون اللي غادي يعاوني ما عندي لا البنت وما عندي لا مرتو ولدي. ايوا هادشي اللي كاين نور الدين مازال ما مجوج. ايوا هادشي اللي كاين انا غادي نغسل بيدي راه عندي الماكينه ديال التصبين حيت تقطع علينا الماء ما جاوش راه القادوس راه خنق القادوس راه ما دارش عندنا الماء تيصاوبوا الناس المعلم وداك الساعه عادي يدوز الماء واخا ماشي مشكل دابا يدوز الماء دابا يدوز الماء عاوتاني نصبن في الماكينه الحويجات ديالي وديال نورتين وديال عميتهم قصو وديال ايوا هادشي اللي كاين ودابا غير كنمشي لهذا كنصبن غير الحوايج اللي الكبار الزربيات ديال الشراوط. يلاه ايوا نتمنى يعجبكم هادشي اللي كتقول خالتي ماما هادشي اللي كاين ماشي مشكل غادي نصبن ونزيد غنصبن ونزيد وغادي نصبن حتى نعيا ودابا غادي نتغدى. يلاه بالسلامة عليكم نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ان شاء الله يا ربي الواشوتي واشوتين يلاه تبقاو على خير ان شاء الله يا ربي تبقاو على خير ان شاء الله غادي يعجبكم الحال غادي تنشطوا يلاه بالسلامة عليكم الواشوتي واشوتين يلاه بالسلامة عليكم.